مبادره مليحه وماذا بيا انا كاع الناس لي اوليو باش يقيسوا بارتو يجيبوهم هنايا جوست اكوتي سي تو فوالا رحنا في لو سونتر دو تري تاع مدينه جديده وين يديروا لي تري تاع لي بوتيل اون بلاستيك بون انا جو سافي با هاد لوندرو اللي اكزيست مي جي دوموندي وراوهولي ودروك راني نجيب لي بوتيل تاعي كامل نلمهم في دي ساشي ونجيبهم لهنا اي دورين افون سا سرا توجور كوم سا ان شاء الله. بون اليوم راهي مرت مده شهر ونص ملي بدات هذه العمليه، عمليه توزيع الكمامات والاقنعه البلاستيكيه الواقيه لفائده السلك الطبي ولفائده المواطنين. قمنا بتوزيع 2000 كمامه مقابل 80,000 قاروره بلاستيكيه. خاصه في وقت ازمه الكورونا لان الصحه اهم شيء بالنسبه للمواطن وللدوله الجزائريه الان. كذلك استعملنا القرعه باش نخدموا الاقنعه للاطباء والممرضين ومديناهم بصفه مجانيه وكان اثر ايجابي في نفوس ترك اثر ايجابي في نفوس سلك الصحه وهذا النظره وهذا التوجه التضامني خاصه من مواطنين ولايه وهران نشكرهم اللي شاركوا بقوه في هذه العمليه.